وبخصوص هذا الموضوع معنا من طنجة المحلل السياسي الأستاذ محمد العمراني بخبزة. أستاذ بخبزة أهلا ومرحبا بك. أهلا بكم وسنة هجرية سعيدة. علينا وعليك يا رب، تنعاد عليك بالصحة. أستاذ بخبزة، ماذا بعد خطوة اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء وما هي العوائد السياسية على المغرب؟ بالنسبة لهذه الخطوة بطبيعة الحال أنها خطوة مدروسة، خطوة لم يتم اتخاذها بدون ترتيبات مسبقة، كذلك أنها خطوة تنظر لمستقبل العلاقات المغربية الإسرائيلية. كما يعلم الجميع عرفت تطورات جد مهمة على مستويات متعددة، هناك تقوية وهناك في الحقيقة وجهات نظر منسجمة في الكثير من الأمور والقضايا، لذلك فلا يجب أن نقرأ الموقف الإسرائيلي بشكل معزول عن تطور العلاقات المغربية الإسرائيلية. إذن فمن هذا المنطلق نعتبر أنه المستقبل سيكون أكثر متانة، أكثر قوة، ستكون العلاقات تأخذ بعد استراتيجي أقوى بحكم أن الطرفين عاملا على تأسيس هذه العلاقة على أسس واضحة في الواقع. فلاحظنا من منطوق البيان أو البلاغ الذي صدر بهذا الخصوص أن في إجراءات للمستقبل، وخاصة أن إسرائيل هي على استعداد لفتح قنصلية لها بالداخلة، وعندما نقول قنصلية بالداخلة، الداخلة لها رمزيتها الآن على المستوى ليس فقط الدبلوماسي بل كذلك على المستوى الاقتصادي، التي هذه المدينة التي تعرف تنمية كبيرة جدا منقطعة النظير. كذلك أن عندما يتعلق الأمر بهذا القرار فهذا يعني أن إسرائيل هي ستعمل على الاتصال بجهات متعددة، المنظمات الدولية التي تنخرط فيها إسرائيل، شركاء إسرائيل كذلك سيأخذون علما بهذا القرار، لأن هناك وثائق وهناك مراسلات يجب أن تتم في هذا السياق. كذلك أن العلاقة الثنائية هنا ستأخذ بعد آخر، لأن طالما أنها راسخة فهي بالتالي ستكون مبنية على الثقة، والثقة يجب أن تكون أو تأخذ بعين الاعتبار مواقف الأطراف فيما يخص بعض القضايا. وهنا مثلا على سبيل المثال إسرائيل تعلم جيدا موقف المغرب من القضية الفلسطينية والدور الذي يلعبه جلالة الملك باعتباره رئيسا للجنة القدس، وهذه اللجنة هي نشيطة جدا كما يعلم الجميع، وإسرائيل على عين بذلك. المغرب على اتصال دائم مع القيادة الفلسطينية بمختلف مستوياتها سواء في غزة أو في الضفة. المغرب يعلن بشكل صريح أن القضية الفلسطينية تشكل قضية وطنية لا تقل أهمية عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، وأن هناك تشبت من القيادة المغربية ومن الشعب المغربي الدفاع عن القضية الفلسطينية. كذلك أن المغرب ربما من الأمور التي لاحظناها في السنوات الأخيرة أنه يبعث برسائل لجميع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية بأن المغرب لن يغير موقفه من هذه القضية رغم التشويش الذي وقع، ولكن لاحظنا كيف أن الأطراف الفلسطينية تفهمت وبالعكس أنها تمنت هذا التوجه، لأن المغرب لا يشتغل بمعزل عن في هذا الملف، بالضبط ملف القضية الفلسطينية لا يشتغل بمعزل عن القيادة الفلسطينية، فهو في اتصال دائم في التتبع للمواقف الفلسطينية، حتى الأحداث التي تقع في فلسطين يكون المغرب من الدول الأولى المبادرة إلى التفاعل معها، مثلا عندما يقع مساس بالمقدسات الدينية في القدس المغرب من الدول الأولى التي لا يقتصر فقط موقفها على التمديد بل تأخذ قرارات وتبادر وتقوم باتصالات. كذلك عندما يكون هناك ضيق لدى الفلسطينيين من بفعل التضييقات التي تحدث بفعل السياسة التي تنهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين، فالمغرب كذلك حريص جدا على مساندة الشعب الفلسطيني. الشعب المغربي كذلك نلحظ أنه متفاعل بشكل كبير ومستدام
مع القضية. إذا فبالتالي إسرائيل على علم بكل هذا، وبالتالي ربما أن إسرائيل فهي مطمئنة إلى الأدوار الإيجابية التي سيقوم بها المغرب، لأنه قد يكون وسيطا مرغوب فيه وذو ثقة من قبل جميع الأطراف، رغم أنه ليس وسيطا محايدا 100%، لأنه بطبيعة الحال أنه إلى جانب الفلسطينيين لأنهم أصحاب حق. فبالتالي الذي يقرأ المستقبل هذا القرار الإسرائيلي يجب أن نقرأه في هذا السياق وليس خارج هذا السياق. نعم أستاذ بوخبزة، إلى أي مدى يعكس الاعتراف الإسرائيلي ريادة الدبلوماسية الملكية ويزيد من عزلة خصوم الوحدة الترابية؟ من دون شك أن لاحظنا كيف هي النتائج التي حصل عليها المغرب في العقدين الأخيرين على مستوى الوحدة الترابية للمملكة. هناك تحولات كبيرة جدا، اختراقات غير مسبوقة، إلى درجة أننا الآن نتحدث عن عزلة خصوم الوحدة الترابية للمملكة. فهذا لن يتأتى إلا بوجود رؤية متبصرة وبوضوح هذه الرؤية. فعندما يشتغل جلالة الملك كما يعلم الجميع يحظى باحترام الجميع. جلالة الملك معلوم أن له موقع خاص، له مكانة متميزة، كيف يتم التعامل معه في الملتقيات الدولية، كيف هو الاحترام الشديد الذي يكن له الجميع. فبالتالي عندما يبادر، عندما دائما تلقى ذلك القبول وذلك الترحيب، لأن الدبلوماسية الملكية هي دبلوماسية نقول بشكل واضح أنها دبلوماسية عقلانية براغماتية بشكل كبير، تقرأ الواقع الحالي بشكل واضح أنها مندمجة في 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 زمنها بشكل مهم جدا. لذلك نعتبر أن هذا الأمر كما قلنا أن جعل خصوم الوحدة الترابية للمملكة في عزلة شديدة جدا، وهو ما يدفعهم إلى ارتكاب حماقات ربما تجعلهم للأسف الشديد أنهم غير مرحب بهم. المحلل السياسي الأستاذ محمد العمراني بوخبزة، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.